الجامعة وسوق العمل في الجزائر، كل واحد يدير ظهره للآخر، فالمؤسسات لا تستثمر ولا توظف خريجي الجامعات، كما أن الجامعة لا توفر ما تحتاجه المؤسسات. فما دام الجامعة ما عندهاش استقلالية واسعة فيما يخص علاقتها مع المحيط الاقتصادي، فهي تطبق برامج التكوين التي تفرض عليها سواء من داخل الجامعة أو من الوزارة، وبالتالي ماهوش في كل الحالات ناخذ بعين الاعتبار احتياجات السوق. قضية مساهمة الجامعة في تنمية سوق العمل تناولته العديد من المؤتمرات في العالم، والكل أجمع على إمكانية معالجة الظاهرة. معالجة هذه القضية، وذلك بإدخال ممثلين المؤسسات والإدارات داخل governance de l'université، يعني ممثلين من الشركات والمؤسسات الاقتصادية داخل مجالس الإدارة داخل المجالس العلمية، وتشارك في وضع البرامج التكوينية. وفي انتظار معالجة المشكل، تبقى نسبة البطالة في الجزائر مرتفعة، وقد ترتفع السنوات القليلة المقبلة كون غالبية خريجي الجامعات يعملون في إطار برنامج تشغيل الشباب. ربما بعد سنتين أو ثلاثة يدمج في المؤسسة، لكن نسبة الاندماج ضعيفة جدا. فلو هذه الميكانيزمات هذه يعني تنسحب، فربما نجد كثير من الجامعيين في البطالة. مساهمة الجامعة في التنمية الاقتصادية أصبح أكثر من ضرورة، لذلك يجب معالجة الظاهرة بشكل عقلاني، وأيضا تطوير المؤسسات لتصبح قادرة على خلق مناصب للشغل.